أول شيء راح أكلمكم عن عجائب خلق الله في رأس الناقة، في إذنها وعينها وأنفها وفمها، عجائب كثيرة جدا، اسمعوها. شوفوا، رب العالمين أعطاها منخرين لها قدرة على الانقلاق كليا، حتى ما يدخل الإقبار ولا الهواء الحار اللي يسبب جفاف القصب الهوائي. داخل منخرين جيوب أنفية، وظيفتها إنها تعدل الهواء، إذا كان الهواء حار تخليه بارد، وإذا كان الهواء بارد تخليه حار حتى يوصل للدماغ معتدل. عندها حاسة شم قوية جدا، تشم ريحة قريناتها من مسافة 11 كيلو، وأيضا تشم النبات تعرف من خلاله وهو زين ولا مو زين. ملوا في عيونها سبحان الله، شوفوا أهدابها كثيفة ومتداخلة، ليش؟ حتى تمنع الغبار أنه يدخل مثل الفخ، سبحان الله العظيم. لها جفون شفافة سبحان الله العظيم، إذا ثار الغبار تسكر عيونها وتشوف من خلال طبقة خفيفة، تشوف الضوء وهي مسكر عيونها. شوفوا فم الناقة، لها شفتان اللي فوق مثقوبة مشقوقة، ليش؟ السبب واحد، حتى تتمكن من أكل الأعشاب الشوكية. معلومة مهمة إنها ما تتنفس من فمها، تدرون ليش؟ ولا تلهث حتى ما يتبخر الماء اللي فيها، تحافظ على بقاء الماء في جسمها. هذه إذن الناقة صغيرة وبارزة ومرنة، تقدر تطبقها إذا ثار الغبار وداخلها شعر كثيف، ليش؟ حتى ما يدخل الغبار للجسم، سبحان الله. في شيء ثاني بعد، عندها حاسة السمع دقيقة جدا، تميز الأصوات، صوت راعيها ما تنساه ولو غاب عنها سنوات. شوفوا هذا خف الناقة، مكون من نسيج ذهني سميك يعينها على المشي فوق الرمال الناعمة والتربة الخشنة وحتى الصخور الناتئة. شوفوا ساقها طويلة جدا، ليش؟ حتى تبتعد عن حرارة الأرض وحتى تتسع خطوتها وتكون حركتها سهلة. أحب شيء في مشيتها، شوفوا الرجل اليمنى مع اليد اليمنى والرجل اليسرى مع اليد اليسرى حتى تحقق التوازن، وهذا ما يسوي غيرها من الحيوانات. ولاحظوا طول عنق الناقة، عنقها طويل، ليش؟ حتى تقدر تاكل العشب في الأرض وتاكل ورق الشجر على الشجر. وفي حكمة ثالثة، العنق يحقق لها التوازن حتى تقدر أنها تقوم والأثقال عليها، وهذا ما يقدر عليها أي حيوان من الحيوانات، سبحان الله. سبحان الله، هي مثل فكرة الرافعة، إذا عليها أثقال وتبي تقوم هذه منطقة الارتكاز، تمد رقبتها قدام وهذا يعينها على القيام، سبحان الله. العنق فيه بلعوم، وهذا البلعوم فيه قدد هائلة، وظيفتها أنها ترطب النباتات والأعشاب القاسية والجافة حتى توصل رطبة إلى الجهاز الهضمي، سبحان الله. أظن هذه المواضع اليابسة، شوفوا واحد، اثنين اللي على يدها، اليد الثانية، ثلاثة، أربعة، واللي تحت، لاحظتوها؟ الأماكن اليابسة والقاسية والجافة اللي شفتوها الخشنة، ترى هذه موجودة فيها منذ ولادتها، مو مع الأيام صارت. رب العالمين خلق هذه الأماكن الجافة واليابسة حتى الناقة إذا بركت ما تتأذى من حرارة الأرض ولا من قسوتها وخشونتها. اللي تشوفونه تحت الناقة تعتمد عليه، إذا بركت كل الجسم، كل ثقل الناقة يكون عليه، ويكون في مسافة بين جسمها وبين الأرض للتهوية. هذا اللي تشوفونه ذيل الناقة، شوفوا الشعر اللي في أسفله، إذا تأذت من الرمال أو الحشرات أو غيرها تحركه بهذا الشعر. هذا اللي تشوفونه وهو وبر الناقة، شنو فايدته؟ فايدته إنه في الشتاء يدفيها وفي الصيف يحمي جلدها من أشعة الشمس. الناقة لها جلد غليظ وقوي جدا قليل المرونة، ما تأثر بحرارة الشمس ولا بالقرصات ولا اللسعات، سبحان الله. الناقة عبارة عن مخزن ومستودع للدهون، تحمل فيه تخزن فيه بحدود 100 كيلو من الدهون، وهذا اللي يخليها تصبر عن الطعام. في هذا السنام تتحول الشحوم إلى مياه، إنتاج للمياه بطريقة كيميائية يعجز العالم عن مضاهاتها، سبحان الله. الناقة عندها قدرة على تغيير حرارة دمها من 34 ل 42 حتى تتوافق مع الحرارة الخارجية صيفا وشتاء وليلا ونهارا. والناقة عندها معدة قوية جدا جدا جدا، أي شيء يدخل فيها حتى لو كان قاسي وصلب تطحنه، أي شيء حتى المطاط تهضمه. عندها كلية من وظائفها تنقية المياه، إذا شربت مياه مالحة جدا تنقيها، تطلع الأملاح وتدخل للجسم الماء النقي. منافع اللي ذكرتها هي منافع الإبل اللي لها.